ترأس قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة مرقسية صلاة القداسة الإلهية يوم السبت الماضي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وقام قداسته بترقية 15 كاهنا من مختلف كنائس الإسكندرية شرقا وغربا إلى رتبة القمصية. هذا وقد شارك في صلوات القداس والترقية عدد من الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية وعدد من الشعب. نتابع. في أجواء احتفالية مفرحة صلى قداسة البابا المعظم الأنباء طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي صباح يوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ورق قداسته ضمن صلوات القداس 15 من آباء كهنة الإسكندرية لرتبة القمصية عقب صلاة الصلح، وذلك بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة وبحضور مجمع كهنة الإسكندرية وأسر القمامسة الجدد. أخذنا النهاردة بركة نعمة القمصية أو الإغومينوس، وكلمة إغومينوس معناها مدبر، وزي ما سيدنا النهاردة قال المفروض مش نعمة ناخدها عشان يعني سلطان نتعالى بيها الناس أو نتعامل مع الناس بفكر يعني متعالي، لكن احنا بناخدها عشان نخدم تحت رجلين، كل ما زادت الرتبة كل ما زادت المسؤولية، ونفض من ربنا يندم عنها حسين. عشان كده المفروض مدبر يدبر بحكمة بحب بتضاع بوداعة، هي دي فضائل المفروض يتسم بيها القائد في رتبة الإغومينوس أو رتبة المدبر. أرد الحقيقة يوم رسمت قمص أنا شاعر بمشاعر كأني في يوم رسمت في بداية حياتي خالص موقف صعب، حسيت مزيد من المسؤولية، مزيد من الخدمة، مزيد من الحب والرعاية، فأنا حاسس أن أنا بترسم أول يوم النهاردة وكأن الزمن بيرجع بينا أكتر من 24 سنة. فبنشكر محبة سيدنا قداسة البابا على محبته، نشكر الآباء الأساقفة، نشكر أبونا الوكيل، نشكر كل اللي حضر وجهز لهذا القداس الجميل والحفل الجميل، ربنا يعوض كل من له تعب. يوم مفرح جدا، تقدير بتاع سيدنا ازاي قدر الآباء، وهو يعني حاجة تقديرية أكتر ما هي موضوع ترقية أو كده، بل زي ما سيدنا قال في المقدمة قال دي مسؤولية بتبقى زيادة واهتمامات أكتر وخدمة أكتر وأبوة أكتر وبذل أكتر وتضحية أكتر، فإذا كان في شكر احنا نشكر سيدنا ان هو أخذ الخطوة دي والتقدير الكبير احنا كلنا ما نستحقوش. تأمل قداسة البابا خلال عظته عقب الترقية في مثل العذار الحكيمات والعذار الجاهلات، موجها العديد من النصائح للآباء القمامسة الجدد. حرص الآباء القمامسة الجدد الذين تم ترقيتهم في نهاية القداس الإلهي على أخذ الصور التذكارية مع قداسة البابا.